الرحمن الرحيم قال تعالى ربي وحيري سبحانه وتعالى ونبئهم مبورا عن ضيف إبراهيم إبراهيم ارتديس في صدد مبورا إذ وقت دخلوا أيوكلين عليه على إبراهيم وفقالوا إلى هذين سلاما قال النبي إبراهيم وحيري إنا أنه منكم ملك وجلون قوك بقيانا قالوا مرايتي وحيرة لا توجل هبقن إنا أنه نبشرك وحنك غرب شارينينا بغلام ويل علم علم بضن قالوا حيرة أبشرتموني مياد بشارينيسا على أن السنية أنا إطاعتي للقب الكبر وين يد فبما محيوة تبشرونا قالوا حيرة أن بشرناك وحنك بشارينينا بالحق أر يقين وغبال أنك غرب شارينينا فلا تكن أهان من القانطين قوة قوستا قال وحي النبي إبراهيم ومن يقنط يا كقوسنا يا من رحمة ربه ربه إن حريص تيسا إلا بالون قوة بعد دموية أتركنا أقرب الله من آيات قلتني يكوبات من سورة الحجر وقصد نبي الله إبراهيم عليه السلام إلى مرايت الله صدر قال تعالى ربي وحير ونبئهم بغور النبي محمد ومدى له أبو غشي كيسا عن ضيف إبراهيم عن قصة ضيف إبراهيم نبي إبراهيم مرتدي سي أتمت قصة أبو غشي كي مركب مرتدي سي وعايا طبعا ملك وعلى على صورة شبان كسوغا طبعا ملك وقال يرى صورة أبو موقال كسوغا يا أهايب إذ وقت دخلوا أي أسوء قلين عليه نبي الله إبراهيم وقت أي أسوء قلين كشاكي وفقالوا أي بهن سلاما نسلمك وقت سلاما النابد مرايك تاسي نبي الله إبراهيم بي أسوء قلين مركاسي كي رهدين وقت سلاما النا قال النبي إبراهيم لو حيري إنا أمر منكم إذنك وجلون واندان كبقى النار واندان كبقى النار واندان كبقى أفسنا النا marka sidaa lay u soo galeena assalaamu alaykum ba ay u yiraahdeen muunadheen qorana goonada ka baqayna hijwaanta fi sidi ay aayada kala cadeynayeen deesuna salaamti u karadiye marka uu fariisiyay korku fariisiyay ba isaga marti uu tala gashan uu u nooyay dibi uu soo qalay dibi marka uu soo galay ehelki sidi aan soo salaa ee u keenay yeelki cuni waaye kolkaasuu diinna yiri qoom aan ka baqaynaati waqti uu oranaya waa inaan ka baqayna waa taasoo sababu khawfihi minhu cabsida uu ka cabsaday sababteedu waxay ahayd baa la yidhi waa la maaraa aydiyahum laa tasiru ilaa maa qarabahu ilayhim min adayaafa markuu arkay inay gacmahoodu ayna gaadhaynin cuntadii uu u keena ee martigeliyada ahayd kolkaasuu cabsaday yidhi qoomkani maxay ahaayeen intaad martigelisay cuntadiiba aan taabanayn ilaa waa malaa'igo وحما عنانا قال النبي إبراهيم وحير إنا عمل منكم إليك وجلونا وانا لك عبسنا النار قالوا وحير هذا الملائكتي لا توجلها عبسنا وبشروه وحي رب شاريا بغلام ويلا عليهم علم البضن ويقول لنا عبسنا أنه ملائك يخصوا الله صوت دريبا النهي أرمي أن الله صوت درينا كو وحاكمنا لنا نقول بشاري النهي وأنا أطلع دون طويل علم بغنا نقول بشارينا وأن نبي الله إسحاق وبشروه وحيقول بشارين بغلام ويرى عليه من علم بغنا قال وحي للنبي إبراهيم أبشرتموني مياد يقول بشارين يسويك على أما الثانية الكبار أن يبدا إتابتي فبما تبشروا متعجبا وحوي من كبار هو كبار زوجت أما كان النبي يقول سوى ليابا ويمن كيس الدأليس إيه إسلام تيسو سيوكو وليبا عقيم بها إيه وحمينا ورأي وطالينا أربع وحيور أردتها إسابة الله يابن ومن جانب العادة حق عادة هان من قلوبة بقول إيه لباطن سنجرة إيه إسلام بقول سنجرة وليبا دان صوت طالين أو إنكتين مركا إينا يحب قولك المطلان يا أهين عادة كفوغة دي ما هذا الكفوغة سنة يا حق عادة حق قدرة إلهي رب سبحانه وتعالى إنه واحد بدل أيوه أرنتان أيوه يا ما إنك سنة دي بنا كعبينا يا
wuxuuhi miyaad ay bishaaraynaysaa inay taabato da-deeda aad aragtaan islaantaydua hadee ay caqiim tahay maxaad igu bishaaraynaysaa? qaalo waxay dhaheen basharnaaka waan kuu bishaaraynaynaa bilxaqi amar yaqiin oo faabil oo sugan baan kugu bishaaraynaynaa ee falaa takun ha ahaane min alqaanidiina dadka qustay. waxay dhaheen waxaan kugu bishaaraynaynaa waa arrin sugan, waa arrin xaqiiqo ah oo dhab ah ee ha noqonin dadka quustay ee naxariista ilaahay ka quustay dadkaa ka mid ha noqonin. qaala wuxuu yihi waman yaqnatu yaa ka quusanaya min raxmati rabbihi rabbigii naxariistiisa ila baaluuna dadka baalidaa mooy yaa ka quusan buu rabbigii naxariistiisa dadka baalidaan baa ka quusan karee seen u quusanayaa. waxa uu yihi anu aan weynaado islaantayduna ha weynaato haddana rabbi qudradiisa iyo naxariistiisa wax intaa ka weyn inuu rabbi awoodi karaan ogahayo dee ma quusanayabu. qaala wuxuu yihi nabigii famaa khadbukum shanigiinu muxuu yahay ayuha almursaluuna dadka la dirayo markuu hadda soo meeraado ee inay malaa'igiina isu sheegeene ay u bishaareeyeene cabsidii ay ka baxday war si uu ku bilaabo haye maxaad la socoteen hadda taa waad ii sheegteenoo inaan wiilkaas macnaha nabi isxaaqa dhali doono waad igu bishaaraysaena maxay kale shanigiinu waa maxay oo maxaad u socoteen? qaaluu waxay yidhaahdeen innaa annaga ursilnaa waxaa naloo diray ilaa qowmin qole oo mujrimiina gaala ah ilaa aala luutin luut aalkiisa mooyeen innaa annagu lamunajuuhum waan korinaynaa ajmaciina xaalayhin dhammaan ila imra'atahu islaantiisa mooyeen qadarnaa waxaan qadaray innaha iyadu la min alqaabiriina cadaabka kuwa ku hadh inay ka mid tahay. wuxuuyihi dadkan malaa'igtan mursaliinta lasoo dirayo maxaad u socoteen oo shahriyiinna waa maxay? waxay malaa'igtii yidhaahdeen innaa ursilnaa ilaa qowmin mujrimiin annaga qola gaalaha naloo soo dirayo qowmu luud oo nabi luud qoladii loo diray ee beeniyey inaan halaagnaa naloo soo diray ilaa isaga una ka reebayna luud aalkiisa iyo inta caruurtii uu dhalay maynaba badneyn laba gabdhood bay ahayeen baa leeyay wax kaluu rumeeyey muna jirin. luud iyo aalkiisa unbaanu ka reebaynaa inta kale waan halaagaynaa aalkana islaantiisu kuma jirto. ilan aala luud markii la yidhahdo aalka xaaskiisibaa soo geli xaaskiisuna kuma jirto qadarnaa innaha la min alqaadiriina iyadana waxaan qadaray dadka cadaabka ku hari ee ku baaqi noqon ee kabta lagu halaagay inay ka mid noqoto marka qoladaa inaan halaagno aan badbaadina nabi luud iyo caruurtiisiina taasaa naloo soo diray. falamaa jaa'a markuu u yimid aala luudin luud aalkiisa almursaluuna malaa'igtii lasoo diray markay u timid qaala wuxuu yihi innakum idinku qowmun qalaatiin munkaruna la inkiray. qaaluu waxay yidhaahdeen bal jiinaaka waxaan kuula nimid bimaa sheegii kaanu ay ahaayeen fiihi dhexdiisa yamtauna kuwa shakisan wa aataynaaka waxaan kuula nimid bilxaqi arrin xaq oo sugan oo cadaad ah wa innaa annaguna la saadiquuna kuwa run sheegi baa maa fa asri guuri biahlika reerkaaga la guur biqidcin qayb oo min alleyli habeenka ka mid a watabic raac adbaarahum xaggooda dambe adiguna walaa yaltafid uuna milicsanin minkum idinka axadun axad idan ka midna dib uuna fiirinin wamduu taga xaytu makaankii tu'maruuna laydan amrayo waqad laynaa waxaan u waxyoonnay ileyhi nabi luud dalika alamra arrinkaa isaga ee culus baan u waxyoonnay oo ahaa anna daabira haa-ulaa'i qoladaa ciribtooda maqduucun in la jarayo musbixiina calayhim kuwa waaberisa. rabbi subxaanahu watacaala wuxuu ka warramayaa malaa'igtii nabiyullaahi luud markay u yimaadeen waxa ay isdaba marsadeen iyo hadalladii dhex maray marka qisadan taqdiim iyo taakhiir baa ku jirta. qisasta qur-aanka kusoo aroortayna qisadu marka intaasoo dheerood kusoo aroorta waa la isu geeyay. hadda isla qisadanu suuratu huud ee aada u faahfaahinaysa waa baynu soo marray, sidoo kale suuratu acraaf baan kusoo marray. dee marka hore hadda waxaa muuqata isla markiiba inay uga warrameen rusul malaa'ig lasoo diray inay yihiin qoladan inay halaagahayaan oo cadaabkaa kusoo dejinayaan ee adigu reerkaaga la buur oo habeenkii adigu habeennimo buur inay hadalkan ku horreysiiyeen. hadalkaana waa laga horreeyey waxaa ka horreysay markii hore intuu mooday nimo dhallinyaro oo marti ah nabigu inuu aada u argagaxay oo la cabsaday oo nimankan xaggeed geysaa uu is yiri oo aada ula walbahaaray oo qoladii ay soo weerareen oo uu iskala hadlay marka qaybtaasa xagga dambe la mariyay. suuradda way ka qisaynaysaa intaasi markay dhacday dabadeed qaybtii xagga dambe jirtaa soo horumartay. falamaa jaa'a markuu u yimid aala luudin luud aalkiisa almursaluuna malaa'igtii la diray nabi luud markay u yimaadeen qaala nabi luud wuxuu yihi innakum idinku qowmun qalatin munkaruna la inkiray
war dadaani kiraatiina dadaa garayna ma tihiin nimankiina dhallinyarada maxaad ahaydeen yacnihi raggii aadna qiimay waddanka ku maqiimay ma tihiin rag cusuba maa waddankan ku aqoon jirin baa tihin rag dhallinyara suuradoodbayna ku sugnaaya qaalu waxay dhaheen bal ji'naaka waxaan kuula nimid bilxaqi arin xaq aan kuula nimid bimaa shay baan kuula nimid kaanu ay ahaadeen fiihi dhexdiisa yamtaluna kuwa shakinay arrinkii gaalada ku beenisay ay shakisnaayeen baa kuula nimid oo waa maxay kolkaad cadaab uga digtay ee tiri haddaad i beenisaan waa laydan cadaabiyo waa laydan halaagi arrinkaasi inuu dhacayo way ka shakisnaayeen oo way beeniyeen arrinkay shakisnaayeen mar haddaba anagu wadnaa waa cadaabkii qaaluu waxay dhaheen bal ji'naaka waxaan kuula nimid bimaa kaanu waxay ahaa bimaa shaygii kaanu ay ahaayeen fiihi maada yantaruna kuwa shakisan oo min alhalaaki waddamaari wa aataynaaka waxaan kuula nimid bilxaqi arrin qaabigoo xaq maa nunazilu lmalaa'ikata ilaa bilxaqi waa rasuuladda awalkeeda kusoo qaada malaa'igta ma soo dejinayna ilaa arrin xaqo mama soo dejinayna in qolada markaan halaagayna maan soo dejinayna marka annagu haddaan malaa'ig lasoo dareennahay cadaab baanu soconnaa wa inaa annaguna la saadiquuna kuwa run sheegi baana fa asri la guur biahlika reerkaaga malaa'igta waxay amreen nabiyullaahi luud reerkiisa inuu la guuro habeenkii habeenkaa la guuraa markaad cadow iyo wax weynoo dhacaya markaad doonaad ka badbaado nabiyullaahi luulow habeennimo guur bay dhahe fa asri biahlika biqidcin min alleyl qayb habeenka ka mida guur wattabic adiguna raac adbaarahum garaashooda xagga dambe ka soco reeraha ninka weyni korkuu dhib jira xagga dambu maraa isaguma sii hor xararo dadka rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii ciidamada oo kale ay socdaan ee lasoo gadoomo xagga dambu ka soco jiray si uu wixii dhacay iyo wixii dhibahe xaggan ka dhacay iyo si uu u ogaado halka u dambaysu socon jiray oo kii bayroofa iyo kii maxaanku dhahay gaadiid la-aanay ku dhacda iyo hadduu cadow xagga dambe ka yimaadi iyo iyo rasuulku xagga dambe u socon jiray marka nabiga waxaa lagu yihi adoo hor boodin reerku marka dhabeegu guuranayso xagga dambe ka socaalay si ay aamin u noqdaanoo maadaama adoo nabigii aad ka dambaysa ay si fiican ugu guuraan walaa yaltafid una milicsanin minkum idinkana axadun ruuxna ruuxna waxa dhacaya dib una usoo dhawin mayro wax la yaablaa dhacayee adu reerkaaga markaad la kulto ruux idinka intiina ka midi dib una soo milicsanin waxaad dhici waxaad fiirsan kartaan mee wamduu taga xaytu makaankii tumaruna laydan amray meesha la idan amray ee u baxa la idiniyo laydinku badbaadin waa xagga shaam eh halkaa shaam u socdo dibaa soo milicsanin waqadaynaa waxaan xukumay buu ilaahay yidhi waxaan u waxyoonay ilayhi ilaa luudin nabi luud waxaan u waxyoonay dalika alamra amarka arrinkaa isagaa u waxyoonay oo ah ana daabira haa-ulaa'i qoladan kooda u dambeeyee cirintoodu maqduucun mid la jarayo weeye musbixiina ay waqta salaaxi waqtiga aroorti ina mawcidahum asubxu alaysa subxu biqariibi waa ka ilaahayi qolada ruuxa u dambeeya raadkiisa aroorti baa ya la dawargoyo midka u dambeeyayo cirintooda aroortiibaa yaa la jirid goynaya idinku saayaa wa jaa'a ahlu lmadiinati magaalada ehelkeedii waa dimid yastabshiruuna iyagoo faraxsan marka waa qaybtii hore dhow hadda kolkay malaa'igtii timid iyagoo niman dhallinyaro suuradoodle ee nabiga ay u yimaadeen ay maqleen qoladii inay nabiyullaahi luud loo yimid iyagoo faraxsan iska soo gara boodeen waxaa lagu yidhi un dee waa waxay yaqaaneen sifo xun oo liwaan la yidhahdo ragga dabada looga tagaa marka martidaasi ugaadhsan jireen martiduna haddee nabiyullaahi luud ba waxay yaqiineen inay dadku ku cararaan kolkay bay maqleen toban nimo dhallinyaraa u timid oo laiska soo gara booday wa jaa'a waxaa yimid ahlulmadiinati magaaladii nabi lagu deganaa ehelkeedii baa yimid yastabshiruuna iyagoo faraxsan caawallaahi ragguba maleeshan oo dhallinyaro qurux badan iyagoo isle oo ku faraxsan martidaasi yimaadeen qaala nabi lud wuxuu yidhi ina haa-ulaa'i kuwani bay fii martidaydii weeye falaa tuflixuuna ha igu fadeexaynin war dadka waa marti waani ammaanadaydii ha igu fadeexaynina martidayda wattaqu llaaha ilaahay ka baqoo walaa tukzuuni ha ii haaniininow nabigu aada buu u waaniyo wuxuu ilahay intaad ka baqdaan martida ha ii gacan dhaafino ha igu ihaaneynino ha igu dulayn ila nin martidiisa lagala baxiyo nin la ihaaneeyey nin martidiisa laga qaato oo gacantiisa lagala baxo nin la ihaanaysta wy martidayda ha igu ihaaneynino ha idulaysaninow qaalu waxay dhaheen awalam nanhaka miyaanaan kaa nahayn cani alcaalamiin axad caalam inuu kusoo marti gala miyaanaan kaa nahayn maxaa see lagusoo marti geli karaa horey baan kuu nidhi ba wax marti una kuu imanin haddaad naga celinayso
maxaad martida isu dhaafin weyn ama waxaa weeye awalan manhaka miyaanaan kaa nahay cala alcaalameen caalamka iyo dadka socda inaad naga ceriso hore miyaanaan kaaga nahayn oo waxaan doonaan samaynaynaa hadna hor istaagi miyaanaan ku dhanloodo. Qaala wuxuu yidhi nabilood haulaai kuwani banaatii gabdhahaygii weeye in kuntum adaatin faacilina kuwa fan ku gabdhahaygii waa kuwa guursada haddaad un shahwo iyo xaajo aad u socotaan gabdhahaygii un guursada marka gabdhuhuna haddee waa ummaddan hadda loo soo diray gabdhahoodii aanu gabdhahan dhalay weeye ma waxaa la yidhaahdaa gabdhaha ummaddaasi waxaa loo ictibaariyaa inay caruur u yihiin nabiga oo gabdho ay u yihiin nabi walbana waxaa loo ictibaariyaa abun lil ummati imiya aabbaha ummadda imiyaa loo ictibaariya marka waxaa weeyaa gabdhihii ummaddayda yay joogeen guursada balaayada iyo faaxishada ku jirtaa gabdhaha oo manaa faaxishada u dhadhantada la kari halkaa markay maraysa. Qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi lacamruka noloshaadaan ku dhaartay nabi maxamedow innahum yagla fii sakratin wareerkooda iyo baatilkoodiina yacmahuna dhex wareerayaan kolkaasuu ilahay nabiga ku dhaartay noloshaadan ku dhaartay buu ilahay yidhi nabiga qolada xaaladoodu saxay tahay waxa kusoo socda ma ogee haddana baatilkoodii ay dhex wareersan yihiin haddii waa habeenkii laogi lahaa habeenka la keli layahay ee laga keli layahay malaa'igta waa isla habeenkii hala roga la lahaa. Marka nabiga calayhi salaatu wasalaam noloshiisa dhaarta ilaahay uu ku dhaartay waxay keenaysaa nabiga weynankiisa ilaahay agtiisa uu ku weeyay iyo sharafta ilaahay agtiisa uu ku sharafan yahay. Cabdullaahi ibnu cabaas xabru haadihi lumma waxaa laga weriyey maa khalaqa allaahu wamaa dara'a wamaa dara'a nafsan akrama calayhi min muxamedin sala allahu calayhi wasalam ilaahay ma abuurin mana khalqin buu yihi naf oo ilaahay kaga sharaf badan nabiyullaahi muxamed wamaa samictu llaaha mana maqal buu yihi ibnu cabaas aqsama isagoo ilaahay ku dhaartay bixayaati axadin ruux noloshii ogeyda nabigeenkii ruuxa nabiga ay noloshiisa ilaah ku dhaartay arumaana maqal nabigase noloshaadaan ku dhaartay ilaahay noloshaadaan ku dhaartay innahum iyagu la fii sakratihim baadidooda ayay yacmahuuna dhex wareersan yihin fii balaalihim bay yacmahuuna yalcabuun fa akhadathum waxaa qabatay asayxatu qayladii baa qabatay mushriqiina xaaliya kuwa cadceed baxsan marka waqta shuruqkii cadceeddu soo baxaysay yay ku dhacday sayxadii fajacalnaa waan yeelay caaliyaha armada qaybteedii kore yay saafilaha xaggeedii hoose ka yeelay waanbarnaa waxaan ku rushaynay calayhim korkooda xijaaratan dhagaxyo oo min sijiidin dhoogo la duway ka ahaatay ina fii daalika kaa dhexdiisa la aayaatin aayadaha ugu sugan lilmutawasimiina dadka fikiraya ama lilmutawasimiina linaadiriina dadka wax fiirfiirinaya ilaahay wuxuu yidhi qaylaa ku dhacday waqti waqtu shuruuqa marka dee waqti garaab ah yuu horta bilowday halaagku oo waxaa saddex cadaab baa la isugu daray sida isla aayadaha ku cad horta dhulkii waa laga fujiyo oo intay deganaan kor baa loo qaaday haddana laguma daydo fujin keliyahee waqtigii waqtu shuruuqa ayada qoraxdu soo ba-aysay lasoo gedinaya baa qaylo loogu daray marag qaylo weligaa miyaad aray shuu qaylada cadaabba kula maaha iyadii oo dhulka lala fujiyo la hubayay yuu haddana ayaa qaylo loogu daray inta haddana laguma daynin bahalgantaala lagu garaacay waanbarnaa calayhim xijaarata min sijiil waxyaalan hadda ilayi waxbaa la garaacay waxaas mabaaba gandaalla cagga ilaahay ka yimid oo hadda la wada calaameeyey oo mid walba hadda waxbaa la cambiri iyo meel baa ruuxdii laydaaja meel lagu fiirinaya odhanayaa waxaan malaa'ig ilaahay uu soo diray baa garaacaysa ruux walba dhagaxa loo soo diray iyo gandaalka loo soo diray magaciisaa ku qoran xataa dadkii maqnaa ee tuulooyinkaa ka maqnaa ee markaa iyada ahaa safarada ku maqnaa dhagax ordi iyo gantaal socdo baa meeshiisi ugu tago ku dhacay oo magaciisii ku qoray ruuxnaba muna ka bixin fa akhadathum waxaa qabatay asayxatu qayladii mushriqiina xaaliyi kuwa cadceeddu usoo baxaysa waqtiga waqtu shuruuqaawi fajacalnaa waan yeelay caaliyaha tuulooyinka xaggeedii sare dhulka xaggiisii sare saafilaha xaggeedii hoose yeel waa la rogay mati kor loo qaaday laisla fujiyay unbaa hoos loo gambiyey waanbarnaa calayhim waxaan ku mambaraynoo ku rushaynay korkooda xijaaratan dhagaxyo min sijiilin dhoogo la dubay ka adag waxaa lagu dubay waa naarta dhagaxyo naartii lagu soo dubay ayaa lagu garaacay ina fii daalika kaa dhexdiisana la aayaatin aayadaha ugu sugan lilmutawasimiina ay lilmuctabiriina dadka cibro qaadan
يا أما للناظرين أما للمتأملين صدق تفاصيل طوال للمتفرسين أول وإما قريوني كي قوم لوط لبي سبيل مدى كسوه المقيم والدائم لله دائم نوري ساعة واحد لغا شاكا واحد أمو يهيرون هبا محاكو دهاية عن السكمين تولين كي يقول كي لها لأي والا الأرض كتانو كوكا سيستا فريسان واحد مكانو ملكو معام نوري ملكو مبوها ملكو مبوها ملكو مبوها ummadaha la rogi waa la baabbiinaa quraanka lagaga sheekeynayo qayb yaman ka degganaa qayb shaam degganaa qayb aan ku dhahay inta xijaas iyo iyagu dhahay si degganaa dhulka rogi dadka la rogi ay degganaayeen hawo maleen inay meel kale degganaayeen marka ilaahay wuxuu wadaa ku martaa xataa biyahooda lama cabbi karin meesha lagu rogi dhul aad garan oo bedelan oo biyaha xataa rasuulku uu dhulka iska ilaaliyay ummadaas ayaa dhulka lagu rogi wadaa wadada aad ku maraysaan wadada aad maraysaan oo cabbay ku sugan yihiin meeshii lagu rogayni wa inaha qaryooyinkoodii labisaniin waday ku sugan yihiin muqiim inay taabatan sugaan ina fii dalika kaa taxdiisa laaayatan aayad baa ku sugan lilmuminiin dadka mu'miniinta waxay ku cibro qaataan baa ugu sugan wa in kaana waxay ahaayeen asxaabul aykat joogda asxaabteedii la maalimiina ayay ahaayeen fantaqadnaa minhum waan ka orgoosanna wa inahumaa iyagu la biimaamin dariiqay ku sugan yihiin mubiina waa leha haddaa waa qisadii qoladii asxaabul ayka la odhan jiray ee nabiyullaahi shucayb loo diray marka waa la soo gaabiyey dhowr qiso ayay suuraddu taabatay qayb la soo gaabiyey iyo qayb la yar faafaahiyey asxaabul ayka qowma shucayb wey nabiyullaahi shucayb dhul geeda badan oo aykada ashajarul mutafida la yidhaahdo geedaha badane marxa isla gala isku dulmay yay ahaayeen qolo dhib badan bay ahaayeen oo ku dhaaco dhariiqoro wadooyinkii intay fadhiistaa wadooyinkii la isu goosha diiday aagalay samayn jireen baqsigay yaqiineen oo golbay dadku wax ka miisanayaan ama ay u miisayaan dulmibay yaqiineen markaa waa laga aargoostay waxaa la isugu daray qaylo iyo rijfa oo dhulka lagu raxo iyo cadaab iyo wadulad saddexdaasa iyadana la isugu daray toddoba maalmood yaa intii qoraxu lagu sii daayay ay cadaameen intaasu sano horena abaaray ahaayeen unbaa maalintii dambe daruur intay degenaayeen unbaa daruur lagu sii day baal daruuro melow markaasa isdhehen maanta waa laydan waraabinaya waana rura ora ka bixi intay kusoo ururaan dhulka kolka intay kusoo urur isugu yimaadeen unbay daruurtii cadaab tahday cadaab yowmi dhulla la yidhaahda faaqadahum cadaab yowmi dhullati midku ilahay wey daruurta cadaabkeedibaa yaa qabatay buu ilahay wa in kaana waxay ahaayeen asxaabul aykat yuuqda asxaabteedu la maalimiin bay ahaayeen buu ilahay fantaqadnaa minhum waan ka argoosanna wa inahumaa labadooduba wa inahumaa waayo waa qoladan asxaabulaykiyo qoladii ka horreysay qowmo luud ah wa inahumaa labadooduba labiimaamin labidariiqi waday ku sugan yihiin mubiinin cad wada cad yaa labadiiba meelihii lagu halaagayay ku sugan yihiin ood arki kartaa walaqad kadaba way beeniyeen asxaabulxijri godka asxaabtiisiina almursaliina dadkii loo dilay beeniyeen wa aataynaahum waan siinay aayaatina aayadaha naga fakaanu waxay ahaadeen canha aayadaha mucridiina kuwa ka jeedsaday wakaana waxay ahaayeen yanxituuna kuwa xorda min aljibaali buuraha buyuutan guryihii ka xordanayeen aaminiina caadiyin kuwa nabad qaba faakhadatum waxaa qabatay asayxatu qayladii musbixiina famaa agnaamuuna ka deeqin canhum xaggooda maa kaanu waxay ahan yagsibuuna kuwa kasba haddana waa qoladii riirsabu ee nabiyullaahi saalix loo diray ilaahay wuxuu yihi laqad kadaba way beeniyeen asxaabulxijri xijriga asxaabtiisii xijru tamuuda la yidhaahdaa waxay beeniyeen almursaliina dadkii loo diray dee nabiyullaahi saalix way beeniyeen man kadaba birasuuli faqad kadaba bijamiici almursaliina la yidhi ninku hadduu hal rasuul beeniyey ama qoladii hal rasuul beeniyey rusushii kaloo dhan way beeniyeen marka rusushii loo diray ayay beeniyeen reer tamuud wa aataynaahum waan siinay aayaatina aayadaha nagi baan siinay fakaana waxay ahaadeen canha aayadaha mucridiina kuwa ka jeedsada aayado waaweyn iyo mucjizaad waaweyn oo nabi saalix uu leeyihi waxaa ka mid ah ugu weynaa hashi intay dhahay buurtaani hal intay galgalata ha dhasho dee buurta intay galgalatay un hal ay dhashay hasheeda islaqolkuuba qurba ay dhashay kolka mucjizadii ugu weynaa la siiyey bay ahaayen dee waa lala hadlayo laha shirbu walakum shirbu yoomin macluum balwi hasha ilaahay maaqatullaahi baa la yidhaahdaa idinkuna kal baad leeyihiin oo biyaha kusoo arooraysaan iyaduna kal bay leedahay xumaanna ha ku taabanina haddaad taabatana cadaab baa idinku dhici hadda may qaateen mayna qaadanin kolkii hashii way dhibsadeeno way boqol gooyeen aayadihii ilaahay way ka jeedsadeen
وكانوا وحي أن ينحطون قوات حربة من الجبال بوح حبوا بيوتا قرية أي كحر دني ينام من العالي قل أهل أهل بلان دعاية وحي سمين جرين بوح ما بعرفت يحرد جرين قرية كسمي سن جرين بوح الوهوي في قرية كسمي سن جرين تاي حربة وتنحطون من الجبال بيوتا فريهين وكيلهي بوح حاس يحرد دني ينيو آمنة ووح عبسي أو كجر تاين جرين لأن فأخذت محاقبة الصيحة قيل للمصبحين عليه كوهو البرز مركي كمين وإيه هشينا أي محاقبة أي بقوم بوئيه قيل أخذ عليه لأيه وقت الصبح يا قيل أخذ عليه وقت الصبح يكون على رسولك عليه الصلاة والسلام غزويني كبوكا يا وحاك حملها النالي رسولك أمري يا هاي اسكان إلى عليه ودعالك على السقا لا تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين وكوهو قوم كان لعلى الغريب هذه الميله الدجنايه هجيني الا ان اقول لسان مويه فان لم تبقوا هديدا اويني فقراكو اسكروا هي هديدا اويني وهم اسكبرتا خشيه ان يصيبكم ما اصابه وحي اصيبنا اذا ما اصيب كعبسده تبقى وحي قطعت واحلى من انه اذا كنت بعيد انكم كبقايا اسكروا هي رسولكم فاخذت المحاقره يا صيحه قيل للمصبحين عليه فما أغنى المونة ككفين المونة كديقن عنهم حق الله ما كانوا وحيا يكسبون قوى كسبة وحيا الشقيسان يين كسبان يين على الكلاب وحرام من أغطر بير هذي يمر هذي يبوري بوره إسلامي وادوار إسلامي وحيا عمر بير 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 هاي أي بوره يقول لك كبولان يين على الكلاب وحرام من أغطر يين أيام الله عام بير الربيع على المين ككفين وما خلقنا سماوات سماوات كما ما نورن يا والارض ارض يا وما بينهما وحا ودحاي الا بالحق امك ابوك وان ساعه ساعه قيامتنا لاتيه من امام ويه فاصفح ضعف نبي واصفح قافله الجميل وقرب سن ان ربك ربك هو يسوى الخلاق مثل ابوري دبلن ويا العليم ويؤوك الى ان وحول السماوات في ارض يا وحا ودحاي ما نورن الا حق يا عدل امك ابوك إن العرب مريضات كانوا نوري يبلقى نور موحه كسب الليل زي الذين أصابوا بما عملوا نور موحه كسب الليل وعباري الله أبو وإن ساعة ساعة قيامتنا لآتية من إمام ولا محال ساعة قيامتنا شكل آن وإمام دون تاو فاصفح ناف نبي عنهم حق الصفح قافد الجميل وقرحصا قالوا وحا يسمعين هيا يبلك يقول هيا يبيني تيكو بينيين اسكب عبدال فاصبح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون آياتك وكلا كلا نعفو كجيت سو سلام وعي كلا سلام تارك لله إن كروضي يدعي لأغان دون وحي دعاء إن ربك رب الله هو يسو الخلاق مدك أبوري دبضان وي العليم يؤد رب الله هو خلاق حتى خالق لمورن فرق بين الخالق والخلاق خلاق وأنزلة المبالغة رب الله مد أبوري دبضان وي وحي أنزلة المبالغة الله استعمالي وحاولي ما داموا إن كرسيه معادك يا بعضك يا أنه مدى للسوء علمي أدى اللقاتك يا رب الله وعمدك عوري الدبضا أدتك أنه صوت بحيئة الويدة وعنا مد عليمه دبك المركي اللي صوت بحينا يا فوق هو البجير كيسي اللي فيه سيئ ليش أكون مربورين وقوم يهدي إليه وفيرسو هو حجير كيسي دمارك لفيه يسي يتمه يسي يسيل يسي ماشي أي كسرين يعني ملك استوى جوار الله عروال مية ومؤديها أول ما يقول هم تسكرين وصار وخلا يقول أبو خلا قريه عليم نية وأولين إذا سوء لي وإذا سوء لي نية ولا قد أعطيناك وحنك سين النبي سبعا تضرعوا من المثاني هو صلى الله عليه وسلم مقضى والقرآن قرآن بانك سين العظيم وأولين لا تمدن مركة تاين عيناك الله على إنبوت إلى ما شيء ما تعنى أن أقول رأيني به ماذا أزواجا سنفيالا منهم يلا كمدا ولا تعزن همرقين عليهم كوركورا وفي أجل جناحك من عاد للمؤمنين المؤمنين كوجل رب سبحانه وتعالى نبي يسوع الحكول نبي يوحان قصيني تضرع صلى الله عليه وسلم وحوين والنعمة يا قصيني تضرع يا رب صلى الله عليه وسلم لك حديث وحاكسك ما الحمد لله رب العالمين هي سبع المثال صورتنا الحمد لله رب العالمين تطلعوا صلى الله عليه وسلم وتطلعوا يا رب صلى الله ما أنت أمي سجيال بروح المسلم كيبيات وكنت عائلوا آخر صلاة الله أركب وقادرته صلاة الله أركب ما ركعت الله أركب عندنا آخر ذلك مركا فصل كالوحب ومدكا فصل كلاوك إليه
وتدور أسر الطوال إلى تدور صورة دير دير وبقلية العمران النسية ما يدي عن عام يعرف ينفال يطول صورة لها وي ولسه حديث قصارى عبدين أيام وي وحوي ينبقى قصينا وحال هاي سطر وحكوي بمجرو وحال هاي سطر روح لسي مجرو كل عبدين ساطة وحال وسي لا تمدنا تاجر عيناك الله بعد عينك عينيك الله بعد عينك بيفلو تاجر إلا ما متعنا وحنا نقول راحين به المال أزواجا قيبا أو منهم ضد كملها وحاسبا قصي ما ضد كلو حوالي للسيج أما إن جنا عزين الحوالة للسيج أما مصر يجلا جلا هاي المال هاي من قلتها ما كان ما بيوه تيسال الله قوام بقية إنه ضد وهم قلتها ورنا قالوا وحوالا هيستو استه وحلا لا عدوا المال هو ده المعلمين تاع الله الله يا إيه وقرآن في يتكلم من الوحدة هي سنة ساعة الدورة ومن هي ردو كالا ساعة الدورة ورن كذا وعلاها يستأسل وعلاها وقرآن كإلهي كسية وقرآن كحفظ سنة وحاولوا بعان تايمد جلين من إيه رو بل بلو عدو يا عايستا من كا إنتا هلو تاني من كان سيدي زي الإلهي وقرآن كسية أما علمي لأوسي أما وريفة المعلمين ندى أن الدين تايكوشو غلون يعني أغلى وظيفة مكسوية وظيفة مدي أسر يزي مكسوية وكو حالة يا عمان من إيه رؤى الدنيا هايستا لقبنا يا عمان إنت إني تربط عفتو أما إيه رؤى ما سوا هايستا لقيا يبهي ما سوا إنتو قطر إنو وريرا وعلى الله ربطه يا لقيا يا عمان إنو يسوى أور دي دي هايستا إنو ساو بيرو لي وانا وحبا محي وخال لقيا يا عمان للمعلم أنا الدين تبرم هاي المعلم بأعنائم بالله ورمحار هايستا وحشقاء بريان ما يا وشقاء العام بريان وركع بئر الشقوي لمها يع الشقري أمه يلينا وليفر رسول قائمها يسوع معرض ما يشاء صحيح بعنتها ملء سوي دور بعنتها أربعة قط المسلمين تعنى تي سيد هو أركان يدين دين استخفاف صلاه أو فضيلة صلاه يا معلم كلا الله فضيلة صلاه أو إيمي اللي بحبرنا يا الله فضيلة صلاه مرك الدوكس يقول مع الله بري أركع تبع لورن واللي لا 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 ما يل ما يقدر بسبوق جين ما marka meelaha farta loo wax xareen kana dad cusubtiin loo galiyo la nadiifiyo oo gabadha ilmaha weydiin si fiican ay u dilaaso yaa ilmaha iftiimada halka la geeyo halka ma ilmaha buu qoro dad gaynto oo baro inuu la wareerin haya meelaha dugsiga tagay oran hayaan oo ay raba ilmaha inta ku qeyn qeyn aan isku dhaafiya salaam baan mar macallimiintu ma inay waxaan loo baahan yahay kor isu qaadana waxay hayaan inta loo yaay ogaadaan dadkana waa dad muslimiin ahayn inay diinta kor u qaadaan رب سبحانه وتعالى يقول لا تمدن هتاين عينيك لبلا على النور إلى ما شيء مطعنا عن غرى حين به ماذا أزواجا قيضا منهم إياه كاملا ولا تعزمها المرجن عليهم غرقوا يقولك أن يوحنا يكونوا صرين نبي يوحى المرجن واخفل جلع جناحك بين عاقة للمؤمنين تلك المؤمنين تعانى بين عاقة وجلع أخرى رعي ومنك كان هم قلن منك كان أو أبقى هم قلن تلك المؤمنين تعانى قلن ربا مريم وقل وحاطر عمالي وإن أعلم أن الهي ميتك الدقاء يبعنا يا المهم ويتك دي سعطة أن ميتك الدقاء يتك دي سعطة يبعنا والدين دقاء يأكل أنزلنا عليك القرآن قرآن كان نبيه كبو سود الجنة كما أنزلنا سانو سود الجنة على المقتصمين كل قيب سمي أبعن قرآن كبو سود الجنة سانو سود الجنة وقرآن كل قيب سمي ومهي قيب سمي ويهودي النصارى الذين قولوا يجعلوا خيار القرآن قرآن عندنا قيل قيل كم بين القرآن وقيل نوى هنا يقيل نوى بيني حكروا لي كما أنزلنا عليك القرآن قرآن كان كم سود الجنة كما أنزلنا سام سود الجنة على المعتصمين قوة معطي وصبح يستي إن الرسول كبيني أقول صبح يستي سام هو على سود الجنة الذين هو جعلوا خيال القرآن قرآن كعندنا قرآن كذا خيال قيله وقيلها كيالا وام أحد في قيب ويبيني قيب ويبيني أرو أوي قيب حيدها هو السحر قيب حيدها الميل والكهاب قيب حيدها هو أساب يقول له ولي قرآن كيب سعو قيب فهو ربك ربك أما كنت أعطيه لهي لن نسأل أنهم سؤال إن أجمعين طمانتر أما كانوا حيا أن يعملوا نحو حرامك إلهي لا أعطي نارت إلهي ما يلسك هؤم مرين نارت إلهي نارت ربك أما كنت أعطيه لهي لن نسأل أنهم ويدين إن أجمعين برمانتر أما كانوا وحيان يعملون هو عمل فان وحي عمل في الجريب وويدين إنه
شقر الدنيا الصوفة تاني نوى المقال انتي لو جوجي يلا ويدين دونا وضع الدنيا لقرطي يروح لإيماني ولا سؤالي دونا ورسول عليه الصلاة والسلام حديث معالين الجبر وليني يا يقول يا معالو إن المرء يسأل يوم القيامة عن جميع السعجين معالو شخص لما رأت قيامة وحال ويدين وضع الشقية وطن حتى كفل عينيه حتى إنه سيبقى كل كين مريي ولا سؤال يا رسولكم فاستع دلاء مغيو وعداء بما تمر وحل غفاري وعرض كجيتسو عن المشركين قال لنا إلى هو يقول مغيو عداء وقاسي تبكى وحل أمر غفاري وعرض عن المشركين قال لنا كجيتسو قال لنا بحي دوري إنه مغيو الله يرسعه يبدو لي تدهن فيدهن ولك إلهي يوم إنه يرجع الله سعود آل هذا آل من الشيء سازي جعلايا سهييني فاستع بما تؤمى وحي الله أمر يفلو وعباء دعوه ذلك الجارسي وأعرف على المشركين الدالة كجد حدو مرد الله الله أعرف وحي الجارسيا إلا أنك كفيناك كفينا المستهزين كو جيس جيسي أنك كفينا قولنا كو جيس جيسي إيا قولنا كبك كو خير لهي قولنا أنك نقول اكتهي وكاك فينا قولنا سكارة إفرا قولنا مفسرين تبعيني لحن الأور أما شن أو قطنا أو قريش هو أصاب هذا يمستهزئين تلوك جدار من ورد وحيا عند الله صلى الله إسلام علمي آيات عيسودك العاصم نبوي الباب ومدها فلله المقعة شوقاء وكما المسلم الله من ورد قرح من تهلك كم مدين أخل كان رسم الجادة إيه قرح كم مدين وبي كل بلدها لا تقرد وعندما قلت شمتي من المستهزئين تلوك جدار من اللي يبوتي وقول يسوى أنت مرة هي من ليه جمعات قوة يسوى أنت مرة يقول ليه كمالية ساعة وقتها القد ويقول أنه يقتل مغدد يعني أرد المستهزئين تهاي ووينا إله ورسول وكل أنك كاكفين هنا ضمام ترد هالكين باكم بعضها نوى الموح إله والصرابين ولقد نعلم وابنها الذين أبنى الذين قولوا المستهزئين يجعلون إليه مع الله إله ابن عيسى إله إله وآخر كرف سوف يعلمون ويقولون تونا رب سبحانه وتعالى يقول كوا قارب ويقول إله غيك لا أعلمه إله ويسألون تونا وحق معه ولقد نعلم وحالوكنا أن كاربا يضيق إنه عليمي صدرك لابتاب بما يقولون وحكو قول وحالوكنا إله إله لابتاب إنه لا عليمتا قارب وحكو قول أبكو حظ يا لابتابون لا عليمتا فصبح ربي يا نزل بحمد ربك ربي لا مهند يا الله كن مرة وكن أهل من الساجدين كل له سجود هذا لا تعالى عليين وحي كل سماء أي سماء هيان يبقى كل هيان ذا لعليين تي إن أكبح لما الدوري فصبح بحمد ربك ربي لا نزل مهد ديزة الله كن مرة وكن من الساجدين كل سجود سنة كمان مقر أفضل صف آياته ويسكح إليه نبقى يكون بغل يوحى قاستا وحكا يبه تسبيح لي حمد لي سجود يا صلاة تقبح لي آية معناه زي المفسرين تقول ولذا صعب رابع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمرهم فزع إلى الصلاة مرك أهل مريد رسول كنت مرد أهل كنبلا كنت مرد صلاة تكون عليه جلو ورقيه حجري أهل أهل إراتي مقوط لي تسبيح لي حمد لي حق أوقع حق صلاة أوقع وحق العربة المولين كل قدر لي حريس آخرين ومالك رأيتها ورد قال وحالا يرقبتها ورد وحو حقبتها وحقبتها وإله إله 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 حقبانك إله حدي سمكة وقعتاسا رسولك يلو جهي وعلم ربك رب لانا عال حتى يأتيك إنتو كالي ماذا اليقين خباش إنت يكاغت ماذا رب لانا عال وإله إنت يقين تيكاغت ماذا وقيري قيري إنت يكاغت وما نيسو رب لانا عبادة ليسا حكوا عن مرقى تفسيرك أبوهم بالوعوية جميع المفسرين يقين تلك كاغات ما دي قيلوا كاغات ما نيسوا عبادة ربك تهدنوا آيات دا مرقى وحالها قاطعي لها هذا دي يقين تكون فسيري قيلوا إما المخاري باكبولة والمخاري يقول قال سالم الموت سالم حين مرقى فسيري والموت كبول منك اللوجه سالم ابن عمر عالم كيوينا يتابعي يا عبد الله بن عمر بلا وديري من الله اللوجة يقيت ذلك على المنس فكا آيات دعوا حيث دهان علمات وحال لك قاتل ويبدل إشري
على أن العبادة كالصلاة واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا. روح إن العبادة واجب كنتها أنت عقلي سوء جو صلاة أوكلا يصلي بحسب حاله. سأل سيدي يوم كنت كريم سيد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو حنو سجري عمران بن حسين رضي الله عنه ويقول يصلي قائما أبو تاريخ تكون فإن لم تستطيع فقاعدا هذا تابي كلمة إذا قرأ كنت فإن لم تستطيع فعلى الجنب هذا كلمة إذا نحن عبدت كل وركا كاما كاما صلاة الأول كاما كرم قرن يسو أنت عقلك وجوه وحال يبدل يشري ضدك آمن اللي وقف حمي آياتا يقينت وحال يبدل معرفة قل مراحدة وحيدها يقينت ومعرفة وربك عارف أنت معرفة كيشان مقام ويكي قال وقال ولا ذلك كريين سازيده ولي رسول الله عليه الصلاه والسلام اذا لو كتر يا الله يا انت وفاه حتى مرضكيش مرضو ابكاري قرب رسول الله صلى الله عليه الصلاه والسلام يا الله كان المساجد وحد شيء اللي سام رسول الله عليه الصلاه والسلام انا وكتر يسوي الجيل اللي حتى جماعه رسول الله يسوي كتر ويني وحد شيء اللي سام رسول الله عليه الصلاه والسلام مرك يقين أبجال وكاهو الرسول إلى رأينا على لسانا إنه بالتلتاه يقين توحيوه إنت أفكاد لما نايس أما من كيدا إلهي وعلى إذا كوريان وشيطان وإلهي وروح لذي كوريان كرامة جيري شيطان ربا شال روح ساعتنا حتين لعرق روح سبايني واحد ميل كلا واحد لقد تصيف مويين وإلهي وعلى إذا كوريان ولي يرانو ميل بكيدا إلهي وعلى إذا كوريان ما إنا لما عرق قال تعالى رب وحير ونبيهم ووهرم عن ضيف إبراهيم إبراهيم ارتديس في الصدادي إذا وقت دخلوا عليه النبي إبراهيم يوكلين وفقالوا أي الأهدين سلاما وانكو سلاما إنا قال نبي إبراهيم وحير إنا أنه منكم إليك وجلونك وقبق أيام معي قالوا أحيبين لا توجلها عبسان إنا أنه نوثرك وحنكوه بشارين إنا بغلام ميضا عليه من علم بغانا قال وحير أبشرتم ونين يابي بشارين إسان على عام السنه مع عام السنه يعني وإطارت الكبر وين يدى فبما محيلا تبشرون أيهم بشارين إسا قالوا عيدهم بشر ما توحنكوه بشارين إنا بالحق أرن يقين وحبا الله فلا تكون آهان من القاندين تدخل قوستي قال وحير وما يغنطوا يا تكون صنعيا من رحمة ربه ربه إن حريستي سإلا الضالون قوى بعد دانوين قال وحير نبي إبراهيم فما خطبكم شعرين ومحيه أيها المرسلون تدخل الدريو قالوا أي لا يننا أن ورسلنا وحامل أدري إلى قوم قرر مجرمين قالا إلا آل اللود اللود آل كيسي مويل إنا نولا نرجوهم وكرمينا أجمعين دمانتوت إلا امرأته إسلام تيسي مويل قدرنا وعند درئنا يولا من القادرين عذاب وقوقها لإليك متعب فلما جاء مركوه من آل اللود اللود آل كيسي المرسلون مرايتي لدري مركة أتمت قال نبل ويغير إنكم إيه قوم ضلاتهم وكرون الله إنكري قالوا وحيرا إذن دمجيناك وحانك ولنمت بما شيء كانوا يهائن فيه دهدي سيمطرونك وكشك سنع ذلك وآتيناك وحانك ولنمت بالحق أرن حقا ولنمت وإما نبل صادقونك وهم شيئا معي فأسر الله ونبل الله بأهلك ذلك على بقدع قيبه من الليل هذيك كمدا واتبع أدارهم كراشة ونصعوا ونع ولا يلتفضون من الإحسان منكم إذن كيسوا إذا كمدا أحد نهرنا كبال ونفيرين وأنظر ترى حيث المكان كتؤمرون الليل الأمر اليوم وقضينا وحانا وحيونا إليه إلى اللوط النبل ذلك الأمر أحكا ويبان وحيونا أن دابر هؤلاء هو دابر قرى علم طور مقضوع بالمجرع وهي مصبحين حاليه وبريسا وجاء وعالي من أهل المدينة مدينة إهل كيدي يستبشرون حاليه وفرح سنة مختلفة فرح ناية إسلام قال وحي النبل إن هؤلاء هو من دايه مرتدين وهي فلا تفضحون أيه فضيح مننا واتقوا الله لك بطعوا ولا تخزوني أنا فلعين هي هانيننا قالوا عيبنا ولم ننأك ميانا كان نهين عن العالمين عالمين تيادتك المرتكلين تولى قالوا محوي لها وراء القوان ان بنعطيك بهيئوه إن كنتم أدأتين فاعلين وفره واحد دونيسا لعمرك مرشع لأنك بارتين نبي محمد وإنهم يولى في سكرتهم بعد القول أيه عنهون بحورير سيهن فأخذت المحاقرة الصيحة قيلة مشرقين حاليك وعد عدو صوت حيث فجعلنا وحيا لعاليها نوك حقي سي سرى السافرها حق يديه وسقيا لك وأنبرنا وعاكم شيناكم وطريني
عليهم كرقوا الحجارة بلعيهم مسجينين دول الدوكا هذا إن في ذلك كاد حديث الله آياتنا يضع كسوة للمتوسمين أتبقى إبراق على نفكرة أغسلينه وإن كان وحي هذا أصحاب العيكة يبقى أصحاب تهدي لبار من أقوى قول فرق وأنا بشعي قلب الله تراي فانتظرنا وانك أرجو سنة منهم إيادا وإنهما الله لا قول مدالوه كي يدوك إلا جهل هذه لبيمان وضعي كسوه من وين العرب ولقد كذبوا بيري أصحاب الحجري حجري ثمود أصحاب تيزي تبقى حجري يقول كأقول دي دكني المرسلين أي بيري وعطيناهم واسينا آياتنا آيات عمله فكانوا حي عادين عن آيات معرضين قوة كجيلة وكانوا حي عادين ينحطون قوة قطع وحرطة من الجبال قورا حق ولا حي كفضن أي بيوتا قولي آمنين حالي قوة مرتشا فأخذتهم محافظة الصيحة قيلة مصبحين حالي قوة وبيزا فما أغنى من كذب عنهم يلا حق الله ما كانوا حيا هذه يكسبون قوة كسبها وما خلقنا ما نعمر السماوات سموي كي ولا أربع أربعة هي وما بين الله أنت ولا حيز إلا بالحق المبين وإن الساعة ساعتنا لا يأتي تلمذ موي فاصفح نار نبيو الصفح نافذ الجميل قلوب إن ربك رب لا هو رسل ربا الخلاق مثك أولد بدن على العليم وعلم لا ولقد أعطيناك وأنفس إني سبعة تطور من المثاني قوة صلى الله عليه هي والقرآن قرآن العظيم الروي تيسر أطراب لا تمدن هتاهم عينيك لبضع لهم دور إلى ما شيه مطعنا عن الرعين بهما لأزواجا قيروا منهم إياه كمدا ولا تحزن عليهم هنك ملك دباط ذي سمين وفي الجناح قدن عادنا وجل عيل المؤمنين المؤمنين وقلوا حاطر إن أنا عنه النبي ومدك الدقاء يوانا المبين ويحد الدقنين تيسون وقطو نزلنا عليك القرآن قرآن كالبوسو دجيني كما نزلنا سام بوسو دجين على المقتسمين قوة قيب صلاة الذين قولوا يجعل القرآن قرآن تقير عدين قيب وقيم البيني يقيم الرمي فهو ربك ربنا وقل بارتي لنسأل أنهم ويدين إنا أجمعين برمانتو عما شيما ويدين إنا كانوا يعملون قوة عمل فرق فاستع حتى يرد الله بما تؤمر وحله وامر الله وعلمك جيت عن المشركين قال لنا انا انك كفيناك كفينا المستهزئين قوي جيس جيسي الذين قوي يجعلون يلي مع الله ولم عيسى الها اله او اخر كله فسوف يعلمون ويقولون تورانا ولقد نعلم وعلمنا انك عدو نبي يضيق يعين اليوم يسترك حرمك بما يقولون وحيك قوليا فصبح نزل بحمد ربك رب يا محمد يا روكم مرم وكن أهو من الساجدين ددك سجودنا كمن نقر وعود عاب ربك ربك حتى يأتيك انتو كريما دع اليقين وقلاش يجيل انتكارتنا